اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بأحدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك ثواب شاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصادقين وذلة المتقين وإخبات الموقنين حتى تتوفاني على ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك وأنا عبدك وابن عبدك وهذا مقام العائد بك من النار. فحرم لحومنا وبشرتنا على النار. اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك واسقني بكأس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مليئة لا أظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر ولله الحمد.